حتى يتابع القياده من 116 160 باقي الاجهزه الامنيه لا من الداخلي ولا من الخارجي. وطبعا بدات من بعدها هي الغرفه الامنيه المشتركه اللي تلم كافه الاجهزه الامنيه. طبعا بدات الخطه هذه نقضي على الجريمه داخل مدينه سبا وداخل التقاطعات من داخل مدينه سبا، وبالتالي سيتم الانتشار على المداخل من خارج المدينه. حيتم ان شاء الله باذن الله على تعليمات امر منطقه السيد العميد عبد القادر نعاس بمحاربه الجريمه والسرقه والسطو المسلح وكل ما هو ضد القانون باذن الله. نعم، هل هناك تجاوزات او خروقات امنيه حصلت منذ استلام مهامكم في المدينه من قبل المواطنين؟ حتى الان القوات الموجوده الحمد لله فرضت الامن وضبطت الشارع العام من ازاله التعتيم وضبط بعض المطلوبين على العداله. إلى الآن الحمد لله لم يكن أي خروقات أمنية، الأمر تحت السيطرة من قوات الجيش أو قوات الأمن مديرية أمن سبا. نعم، هل تتم تسيير أو يتم تسيير الدوريات راجلة متحركة داخل المدينة؟ وإجابة فقط على سؤالي الذي سبق هذا السؤال، هل ستكون هذه الدوريات شاملة إلى مدن الجنوب وليس مدينة سبا فقط؟ هو تم التنسيق مع باقي مدن الجنوب من أوباري من وما يليها ما بين القوات المتواجده غادي لتم يعني فرض نفس الخطه الموجوده في مدينه سبا باذن الله. نعم. اما سؤالك الاخير. نعم، السؤال هنا هل هناك دوريات راجله ومتحركه ام دوريات ثابته فقط داخل مدينه سبا؟ توجد لا توجد دوريات متجوله في شوارع مدينه سبا ما بين التقربغان ما بين غربه ما بين شرقه، توجد دوريات متجوله، يوجد افراد للتحري وللضبط متواجدين وقائمين بواجبهم الحمد لله. نعم، طيب بخصوص الاوكار التي ذكرتموها من خلال التقرير السابق الذي عرض على قناتنا ان هناك اوكار للجريمه المنظمه وايضا لجماعات مسلحه تنتهج السرقه والسطو المسلح على المواطنين، هل تم القضاء على هذه التنظيمات او تنظيم من هذه المجموعات المسلحه؟ بالامس القريب تم الحمد لله رصد احد التجار للممنوعات وتم القبض عليه الحمد لله رب العالمين، وهو حاليا متواجد عند القوة الأمنية المكلفة بذلك. جاري رصد كل ما هو ممنوع أو الأوكار هذه، وإن شاء الله انطلقنا بداية في الخطة الأمنية داخل مدينة سبا، وحيتم القضاء إن شاء الله على جميع الأوكار اللي داخل المدينة بإذن الله. نعم، الناطق الرسمي باسم الغرفة الأمنية المشتركة أحسن نعم كنت معي عبر الهواء مباشرة من المدينة، أشكرك جزيل الشكر.